مشاهدينا الكرام، حياكم الله في نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نبدأها بأبرز العناوين. المكلا تشهد افتتاح دورة لرؤساء أقلام التوثيق بالمحاكم للمحافظات الشرقية. إقرار العمل بالآلية الجديدة لتوسيع الغاز المنزلي للمواطنين في وادي وصحراء حضرموت. انطلاقة طواف المحبة والسلام للدراجات الهوائية من حضرموت إلى المهرة. من عناوين التفاصيل، أهلا بكم. انطلقت اليوم بمدينة المكلا الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية الثانية في مجال التوثيق لرؤساء أقلام التوثيق في محاكم المحافظات الشرقية، والتي تأتي في سياق برنامج مشروع إعداد وتأهيل العاملين بالتوثيق بتمويل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتهدف الدورة تعقد لمدة 3 أيام إلى تزويد 31 من رؤساء أقلام التوثيق في المحاكم بمعارف ومعلومات حول مهام واختصاصات أقلام التوثيق وسبل التعاون مع الجهات ذات العلاقة وإجراءات منح الترخيص لمهمة الأمين الشرعي وآلية الرقابة والتفتيش على الأمناء الشرعيين المعتمدين والإحصاء التوثيقي وفي آلية الزواج المختلط وما ينبغي عمله للارتقاء بالتوثيق والعاملين فيه من أمناء موثقين ورؤساء أقلام. وأكد محافظ حضرموت على ضرورة التوثيق في حفظ حقوق الدولة والمواطنين والحفاظ على السلم الاجتماعي في البلد، مشددا على أهمية وجود كادر مؤهل على مقدرة للعمل بشفافية لصون حقوق الناس. ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه صباح اليوم بالمكلا مع رئيس محكمة الاستئناف بحضرموت القاضي هاشم الجفري عددا من القضايا التي تهم سير العمل القضائي بالمحافظة. وجرى في اللقاء الذي حضره رئيس نيابة الاستئناف بحضرموت القاضي شاكر بنش بحث جوانب التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية بما يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار وإنجاز معاملات المواطنين وإعادة الحق لأصحابه، كما تم التأكيد على نموذجية العلاقة المتينة بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وأكد المحافظ على استقلالية القضاء واحترام أحكامه. من جانبه أشار القاضي الجفري بالدعم اللامحدود الذي قدمته قيادة السلطة التنفيذية بالمحافظة لأجهزة القضاء ودورها ودعمها البارز لإعادة فتح مقار المحاكم والنيابات والعمل، وخرج الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاءات مشتركة بين السلطة التنفيذية والقضائية والإدارات ذات العلاقة وبهدف حلحلة المشاكل العالقة والمتراكمة منذ فترة سابقة والتي تعاني منها بعض المكاتب التنفيذية، وشكلت تركة ثقيلة على السلطتين التنفيذية والقضائية. نفى مصدر بالمكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت ما جاء من معلومات مغالطة فيما يسمى بيان عقلاء حضرموت والذي نشر مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المصدر أن محافظ حضرموت التقى عددا من مقادمة ومناصب وعلماء وشخصيات اجتماعية حضرمية تم خلالها تدرس الأوضاع في المحافظة والاستماع لأبرز احتياجات مناطقهم ومديرياتهم. ونفى المصدر ما ذكر في الخبر من أن اللقاء تناول العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية بحضرموت والتي هي في أحسن حالاتها، كما نفى أن يكون اللقاء قد تطرق للقضايا المتعلقة بالمساحة والعقار، ودعا المصدر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر وعدم نشر الأخبار غير الموثوقة، مشددا على ضرورة اعتماد المواقع والقنوات الرسمية والمعتمدة للنشر. أقر اجتماع اليوم بمدينة سيئون برئاسة السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت العمل بالآلية الجديدة لتوزيع الغاز المنزلي للمواطنين التي تشرف عليه السلطات المحلية بالمديريات لضمان إيصاله لكل المستهلكين. وناقش الاجتماع تنفيذ الآلية التي من المتوقع أن تبدأ من الشهر المقبل، كما أكدت الآلية الجديدة تهدف إلى تسهيل عملية الرقابة للحد من التلاعب بالأسعار وعملية التوزيع للمستهلكين. وكلف الاجتماع مدراء عموم المديريات بالرفع بالكميات الخاصة بالخدمات العامة مع اتخاذ الإجراءات العقابية وفق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين حفاظا على استقرار الغاز المنزلي بالمديريات. وراجع مندوب الشركة اليمنية للغاز بالوادي والصحراء أسباب النقص في اسطوانات الغاز خلال الفترة الحالية لأسباب الصيانة بشركة صافر، متوقعا حصول وادي حضرموت على حصته الكاملة بعد انتهاء الصيانة مطلع أبريل المقبل.
بدأت اليوم عملية سلفتة المقطع الذي يربط بين جسر حيد قاسم والخط الممتد إلى مدينة تريم بطول يصل إلى نحو 300 متر وبعرض 9 أمتار مع الأكتاف الجانبية. ومن المتوقع أن تستكمل عملية السلفتة خلال الساعات المقبلة، لتنتهي بذلك معاناة الآلاف من المواطنين وأرباب المركبات والآليات من تعثر الخط الدولي الذي يربط بلادنا بسلطنة عمان لسنوات عديدة. هذا وكانت السلطة المحلية قد اطلعت على سير عمل السلفتة، حاثة الجهات المنفذة إلى سرعة التنفيذ نظرا لأهميته في تسهيل الحركة المرورية. وعلمت وكالة سبا بأنه سيتم أيضا سلفتة طريق شحوح وكذا الخط الممتد من محطة البستان غربي مدينة سيئون إلى منطقة تريس خلال الأيام المقبلة. ناقش اجتماع عقد بمدينة المكلا التقارير المقدمة والمقترحة من قبل مديري مكاتب التربية والتعليم بالمديريات الخاصة بأسماء الكوادر التربوية والتعليمية الذين سيتم تكريمهم في احتفائية يوم المعلم. وفي الاجتماع الذي ضم لجنة الاحتفال السنوي بيوم المعلم، استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم مدير المكتب لساحل حضرموت عدد من التقارير تم رفعها من قبل مديري الإدارات التربوية والتعليمية بالمديريات لإجراء عملية فحص الأسماء من قبل اللجان المتخصصة والمشكلة من قبل اللجنة العامة الموافقة للشروط والمعايير الخاصة بها. وأكد عبدون أن الكوادر التربوية والتعليمية يحظون بالرعاية والاهتمام الكبيرين من قبل قيادة المكتب نظير جهودهم المخلصة في تأديتهم للرسالة التربوية والتعليمية. أشاد المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي بالمواقف البطولية لأفراد وقيادة نقطة شموسة غربي المكلا بعد نجاحهم في اكتشاف 9 كيلو من الحشيش كانت في طريقها للمكلا. وثمن العميد التميمي خلال زيارة قام بها لنقطة شموسة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية الجهود الكبيرة واليقظة العالية والحس الأمني الكبير الذي يتمتع به أفراد وقيادة النقطة من خلال إفشال عملية تهريب الحشيش المخدر، مؤكد أن أجهزتنا الأمنية والعسكرية والمخابراتية على استعداد كامل لإفشال كافة المخططات التي تستهدف حضرموت وأبنائها وزعزعة أمنها واستقرارها. وقعت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرح حضرموت عقد استخراج لخام المعادن مع شركة ألماس للطوب الأحمر المحدودة بمنطقة النويمة بأرياف المكلا، حيث تم توقيع الاتفاقية لاستخراج خام المعدن الطينية لشركة ألماس للطوب الأحمر في منطقة النويمة الطريق القبلية بأرياف المكلا، وبكلفة مالية للمشروع تقدر ب5 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 400 طن يوميا، وتعتبر من المشاريع الاستثمارية التنموية والخدمية، وتندرج هذه المشاريع ضمن مشاريع الصناعات التحويلية. والتزمت الشركة الموقعة على العقد بجميع الالتزامات الاشتراطية البيئية والسلامة المهنية. اطلعت السلطة المحلية بمديرية الشحر خلال اجتماع عقدته مع المكاتب التنفيذية المعنية بالخطة السنوية لمشروع عام 2019 بمديرية الشحر، واستعرض في الاجتماع المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ التي بلغت إجماليها 150 مليون ريال يمني، وفصلت على المشاريع في الإدارات المحلية والتربية والتعليم ومشاريع جديدة في الصحة العامة والسكان والشباب والرياضة والأشغال العامة والطرق الزراعية. كما ناقش الاجتماع المشاريع التي تم رفع دراستها والمشاريع المقررة للسلطة المحلية بالمديرية وآلية توزيع المشاريع وفق الموازنة المعدة للمشاريع في المديرية لعام 2019 بحضور مدراء المكاتب التنفيذية المعنية بالمشاريع في مديرية الشحر. انطلقت صباح اليوم تظاهرة طلابية لمجمع بقشان بصبيخ بمديرية دوعن بمشاركة واسعة من المواطنين إلى مبنى السلطة المحلية بمركز صيف، وذلك احتجاجا على سوء تردي خدمة الكهرباء بالمديرية. وطالب المتظاهرون خلال لقائهم السلطة المحلية بدوعن بتحسين خدمة التيار الكهربائي وسرعة ربط المديرية من الكهرباء الغازية بوادي حضرموت. وأوضحت السلطة المحلية أن المتابعات مستمرة مع الجهات ذات العلاقة لتحسين وضع الكهرباء خلال الأيام المقبلة. وتعيش مديرية دوعن منذ نحو أكثر من أسبوع تردي خدمة الكهرباء، حيث تعمل لمدة 5 ساعات يوميا تبدأ من 8 مساء وحتى 1 فجرا.
قدمت مدرسة الخنساء للتعليم الأساسي بالمكلا صباح اليوم لوحات فنية وتراثية وتكريم المعلمين والطلاب المشاركين في المعرض 15 للوسائل التعليمية من خامات البيئة بمناسبة اليوم المفتوح ويوم المعلم. وفي الحفل أشاد مدير مكتب التربية بمديرية المكلا عبود بن عبود الشيخ بالجهود الكبيرة قدمتها إدارة المدرسة والمعلمين على تفانيهم وانضباطهم أثناء أداء الحصص الدراسية. من جهته أوضح مدير مدرسة الخنساء الأستاذ جمال الناخبي أن التكريم أتى بعد النجاحات التي قدمها المعلمون والطلاب خلال العام الدراسي الجاري والذي تكلل بالكثير من الإنجازات على الصعيد التحصيلي العلمي. هذا وتخلل الحفل تقديم العديد من الفقرات المتنوعة والوصلات الفنية التي قدمها طلاب مدرسة الخنساء للتعليم الأساسي بمدينة المكلا. وصل موكب طواف أبطال دراجو الجمهورية وحضرموت إلى مدينة الحامي بمديرية الشحر بعد أن قطعوا مسافة 90 كيلومتر ضمن رحلتهم الرياضية التاريخية النوعية المتوجهة صوب محافظة المهرة بشعار يحمل طواف المحبة والأمن والسلام من محافظة حضرموت الخير والعطاء والسلام إلى محافظة المهرة العز والنهوض. المزيد نتابع التقرير التالي الذي يسلط الضوء على مشاهد انطلاقة الطواف من مدينة المكلا. رسالة يحملها هؤلاء الأبطال الدراجون من أبناء حضرموت في رحلتهم التاريخية النوعية الرياضية الأولى على مستوى الجمهورية، وهم ينطلقون في طواف المحبة والأمن والسلام من محافظة حضرموت الخير والعطاء والسلام إلى محافظة المهر العز والنهوض، وهي برعاية كريمة من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سلمين البحسني وشرطة أمن ساحل حضرموت وإشراف من مكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل. وفي أجواء تسودها الفرحة والسرور بانطلاقة هذا الحدث النوعي الرياضي، ودعت مدينة المكلا عروسة البحر العربي وقلب حضرموت النابض أبطال دراجو الجمهورية وحضرموت الذين انطلقوا برحلتهم الرياضية في وداع باستلام باقة الورد من طفلين ذوي الإعاقة على متن دراجاتهم الهوائية في استعراض كرنفالي شهدته شوارع المدينة صبيحة هذا اليوم. بذلت من قبل قيادة اتحاد اللعبة بالساحل برئاسة رئيس الاتحاد الأستاذ خالد برك بن سعيد الذي أوضح إلى أن هذا الحدث يحمل شعار من حضرموت المحبة والأمن والسلام إلى مهر العز والنهوض، ليرسل رسالة لأبناء المحافظتين أن الأمن والأمان رسالة محبة وإخاء، وأيضا كذلك رسالة سلام ووئام. البعثة وصلت إلى محطتها الأولى مديرية الشحر. كان في استقبالهم مدير المديرية المهندس أمين سعيد بارزيق ونائبه الأستاذ مصبح العبد البحسني. وسيقطع الدراجون الذين تتراوح فئاتهم بين شباب وناشئين وكبار أكثر من 480 كيلومترا للوصول إلى مهر العز والنهوض محافظة المهرة. جهود تأمينية كبيرة ترافق هذه الرحلة من سيارة أمن وشرطة مرور تابعة لقيادة الأمن والشرطة بالساحل، وعلى رأسهم العميد منير كرام التميمي الذي كان أول مودعي الأبطال في منزله، وإضافة إلى سيارة إسعاف مع طاقمها الطبي وسيارة نقل للمؤن من قبل شركة إنجاز حضرموت للتسويق، ومساهمة من غرفة تجارة وصناعة حضرموت، وفريق إعلامي شبابي يواكب محطات الطواف منذ بدايته وحتى نهاية وصوله إلى عاصمة المهرة مدينة الغيضاء. من مدينة المكلا فادي حقان. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. المكلا تشهد افتتاح دورة لرؤساء أقلام التوثيق بالمحاكم للمحافظات الشرقية. إقرار العمل بالآلية الجديدة لتوزيع الغاز المنزلي للمواطنين في وادي وصحراء حضرموت. انطلاقة طواف المحبة والسلام للدراجات الهوائية من حضرموت إلى المهرة. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.